يا اخوان انا اشوف تصوير في الحرم، تصوير في الدور الثاني، هذا حرام منكر ولا يجوز. يجب ان يمنع هؤلاء وان تؤخذ الالاف اللي معه متحطم. لا يجوز اقرار المنكر في حرم الله، في المسجد الحرام ما يجوز هذا. لا يجوز اقرار المنكر في كل مكان، فكيف في حرم الله؟ من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عليكم أن تبلغوا الجهات المسؤولة عن هذا العمل المنكر، ليأخذوا على يد هؤلاء المجرمين الذين ما جاءوا للعبادة وإنما جاءوا للأذى وفعل المنكرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله.